عبرة للمؤمنين. الأنبياء والمرسلون هم الهدى للحائرين، هم أشد المبتلين. الأنبياء والمرسلون كم جاهدوا لم يضعفوا، فإنهم رسل الإله. والله غالب ولو كان العناد إلى مدى. أبو النبيين الخليل لم يخش نارا أو بشر، النار برد وسلام، وهكذا الله أمر. يونس ببطن حوته مناديا لربه، والله رحمن رحيم نجاه من ظلمته. فعصاه ثعبان مبين، ينجو الكليم بقومه وعدوه في المغرقين. هذا المسيح مؤيد متكلم في مهده، يشفي بقدرة ربه، يحيي الموات بإذنه. محمد ختام أتته كل المعجزات، يكفي به القرآن ما فيه من ماض وآت. صلوا عليه وسلموا على جميع المرسلين. صلوا عليه وسلموا على جميع المرسلين وعلى جميع في الأيدي وقد ترك الناس الصلاة والعبادة؟ لا والله، لابد أن يعود الناس لعبادة الله. والعدو يا قوم كيف نستعد له؟ اللهم ارفع عنا غضبك ولا تنزل علينا عذابك. ماذا نفعل يا رجال ونحن فقط الذين نحفظ التوراة، والملك بختنصر يريد قتلنا وحرق التوراة؟ فلنذهب إلى عزير عليه السلام. نعم، فلنذهب إلى عزير، إنه في صومعته يتعبد لله. لقد حذر عزير الناس من عذاب الله ولكنهم لا يفقهون. إلى عزير يا رجال، إلى عزير، إلى عزير، هيا. لماذا لا يعبدني الناس في هذا المكان؟ لن يعبدوك يا مولاي ما دامت فيهم التوراة. التوراة، التوراة هو الكتاب الذي نزل على النبي موسى من ربه يا مولاي بختنصر. وماذا يحوي هذا الكتاب؟ يحوي شريعة متكاملة للناس
كيف يتعاملون ويعبدون ربهم ويعيشون في هذه الحياة. يجب أن يجمع هذا الكتاب ويحرق حتى لا يعرف الناس طريقهم فيعبدوني. نعم الرأي يا مولاي بختنصر. ولكننا لا نستطيع حرق عقول الناس الذين يحفظون الكتاب، بل نجمع المعلومات عن كل حفظة التوراة ونقتلهم جميعا. وسننجح يا مولاي في خطتنا، لأنهم لا يعملون حاليا بما كتبه عليهم ربهم في التوراة، وبذلك سيصبحون أكثر ضعفا. اذهبوا الآن واجمعوا المعلومات قبل أن أعطيكم الأمر بالهجوم وقتل حفظة التوراة وحرق الكتب. ماذا تريدون؟ إن عزيرا عليه السلام ما زال يتعبد. فلتسمحي لنا بمقابلته لأمر مهم. الأمر المهم؟ إذن فادخلوا علي. سيدك عزير عليه السلام بالداخل. تفضل. جئنا إليك بعدما شعرنا بمدى القلق الذي يحيطنا من الملك الكافر بختنصر. إنه يريد أن يعبده الناس ويتركوا عبادة الله. وإيمان الناس ضعيف وعزيمتهم خربت. نعم، إننا نشاركك الرأي في أهمية جمع التوراة وإخفاء جميع الكتب. أيها الشيخ، هل تدلني على من يشفي نجلي؟ فأنت من الصالحين. لقد ذهبت البركة من الأطباء بسبب عصيان الناس. إذا لا أمل في شفاء ابني. اذهبي إلى عزير عليه السلام فدعوته مستجابة. ماذا هناك؟ رجل يهودي يطلب الإذن بالدخول، يقول إن لديه معلومات مهمة. فليدخل علينا. مولاي بختنصر، هل تعطيني هدية لو أخبرتك بالمعلومات التي لدي؟ هدية؟ سوف أقطع رأسك إن لم تتحدث. ملكنا بختنصر، سوف أخبرك. إنهم يقومون بجمع التوراة
وحفظها في مكان بعيد يا مولاي. ألم أمر بجمع المعلومات؟ وهل تعرف هذا المكان؟ لا ثم إنهم لم يفعلوا شيئا حتى الآن. من هؤلاء؟ إنهم مجموعة من حفظة التوراة، في مقدمتهم النبي عزير. يتم الهجوم على القرية ويقتل حفظة التوراة وتحرق الكتب ويقتل هذا الرجل بعد ذلك. كان يحب سيدي عزيرا عليه السلام، فهو رجل طيب القلب، عابد وحكيم. يذهب في هذا الحر لساقي حدائق. نعم، إنه يشعر حتى بزرعه وشجره. وبينما عزير عليه السلام على هذه الحال، وجد مكانا موحشا فتوقف فيه ليأخذ قسطا من الراحة. في البداية قام بإخفاء الكتاب الذي يحمله وهو التوراة، ثم وضع طعاما لحماره بعدما قيده، وجلس متكئا على حائط يعد لنفسه بعض الطعام من الخبز الجاف والعنب. وبينما هو على هذه الحال، فكر في أمر هذا المكان المهدم وهذه العظام. سبحان الذي يحيي هذه العظام بعد موتها، فبعث الله إليه ملك الموت فقبض روحه 100 عام كاملة. في كل مكان يبدو أن رجال بخت نصر قتلوا. قلبي يحدثني أنه سيعود من جديد. سوف ننتظر عودته. وبعد مرور 100 عام أعاد الله سبحانه وتعالى عزيرا للحياة من جديد. وكان في البداية يشعر أنه نام يوما أو بعض الساعات، إلا أن الله أوحى إليه أنه نام 100 عام. ونظر عزير لحماره فوجده عظاما، فقال سبحان الله، فأعاد الله الحياة لحماره. أليس هذا منزل عزير عليه السلام؟ إيه، عزير وأين هو؟ لقد اختفى
منذ 100 عام، وبحثنا عنه كثيرا فلم نجد. إنه يقول إنه هو عزير، وقد أماته الله 100 عام ثم أعاده للحياة ليكون لنا آية ومعجزة. لو كنت عزيرا فادع الله أن يعيد إلي بصري لكي أتعرف عليك، فأنا خديمته. وكان عزير عليه السلام مستجاب الدعوة. سبحان الله، إنه عزير عليه السلام، لعل أهل القرية يصدقون. لقد عاد إليكم عزير بعد أن أماته الله 100 عام ثم بعث. لقد عاد إليكم عزير بعد أن أماته الله 100 عام ثم بعث. معقول؟ أمر لا يصدقه عقل. سبحان الله، أين هو؟ لا بد أن نتأكد من هذه الحقيقة. إن العجوز كانت خادمة عزير، وهي تعرفه، وأنا أصدقها. لا بد أن نتأكد. لقد حضر عزير عليه السلام. عمرك الآن 40 سنة، ونحن أصغر منك سنا، فكيف يكون ذلك؟ إنها معجزة من عند الله ليعيد لنا الأمل من جديد. لقد كان عزير يحفظ التوراة، فهل يمكنك أن تكتبها لنا من جديد؟ سبحانك يا رب، إنه عزير قد عاد ومعه التوراة لتكون لنا نورا. وبعد أن جلس عزير مع كبار السن من قريته وتأكدوا أنه عزير، طلبوا منه أن يعلمهم التوراة. وقد أعاد إليهم عزير الكتاب الذي أخفاه في عصر بختنصر الملك الظالم، إلا أن طول السنين أتلفته، ورفض عزير ما أطلقه عليه الجهلاء من قومه بأنه ابن الله، واستمر الجهلاء يرددون ذلك بجهل ودون علم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. صلوا عليه وسلموا.